سلام بنات، كنتمنى تكونوا على خير وبخير. الفيديو ديال هاد النهار غادي يكون فيديو مهم جدا جدا جدا. علاش غيكون مهم؟ لان فصل الربيع كما كتعرفوا راه بدا شحال هادي، ومني كيبدا فصل الربيع كتبدا تبان معاه الشميشه، ومني كتبان الشميشه شنو كنديروا حنايا؟ اول حاجه كنقلبوا عليها هي واقي الشمس اولا ليكرون اللي كنحميو به البشره ديالنا. داكشي علاش ارتئيت انني غندير لكم واحد الفيديو خاص نتقاسم معكم فيه الاشياء اللي كنعرف عليها على هذا الميدان هذا. معرفتي البسيطه من خلال تجربتي، درتكم جوله في بعض المحلات، غادي تشوفوا شنو الانواع اللي ليكرون لي زيكرون اللي كاينين اولا الواقي ديال الشمس اللي كاينين، مع كذلك غادي تكتشفوا الجديد اللي اكتشفته انا وغادي نتقاسمه معكم في ميدان هذا الواقي ديال الشمس. الا كان كيهمكم الامر البنات نتوما وليداتكم خليكم معايا لاخر الفيديو، غادي تلقاو فيه حويجات زوينين بزاف بزاف. اول حاجه البنات درت لكم جوله في لا فارماسي باش تشوفوا هكذا لي زيكرون اللي كاينين. بالنسبه للبنات اللي بغاو اللي في المانيا وبغاو ياخذوا ليكرون، راه متوجد كذلك في الصيدليات باثمنه جد مناسبه. كان هذه الماركه هذه ديال اوسيرين زوينه بزاف عن تجربه، وفيها درجه الحمايه كتختلف من 30 ل 50، والاثمنه ديالها كذلك جد مناسبه. كاين كذلك اونتوليوس ديال لاغوش بوزي، هذا هو الاحسن واقي الشمس اللي انا كنستعملته يعني في حياتي. كاين هذا باللون الخط الاخضر، كاين الازرق، والمهم درجه الحمايه كذلك 30 50. انا دائما كناخذ اللي فيه الخط الاخضر لان هو اللي كيناسب البشره ديالي، لان اونتي بريونس. كذلك فيه ديال الاطفال اللي خاص بالاطفال، كاينه درجه الحمايه ديالو كذلك 50، يعني هذا الدراري اللي هكا عندهم حساسيه ولا المهم خفتوا انكم تستعملوا لهم شي حاجه مثلا غير دروغري ولا محل عادي، من الاحسن تاخذوا لهم من لا فارماسي. وفيه انواع بزاف بزاف، كاين اللي زعما على شكل سائل، كاين شكل كريم، ويعني ان هذا يعني ديجا مديري له يعني هذا ديجا مجربينه يعني ما عرفش يعني نتيستينو على يعني البشرات اللي الاطفال اللي كتكون فيهم حساسيه ولا عندهم شي مشكل ديال الجلد. الاثمنه ديالهم كتختلف من ايكرون الاخر، وفيهم انواع كذلك، كاين كريم، كاين حليب، كاين سبري، كاين جيل. المهم زوينين بزاف كما قلت لكم، ولا خديتو شي حاجه من يعني من لا فارماسي ولا ابوتيكا يعني كتاخذوها بعينكم مغمضين. هنا حاولت يعني نبين لكم الاثمنه ديال لي زيكرو كاملين. ها انتما ليكرو اللي ديال غوش بوزي، المهم الاثمنه ديالو هي كتبان لكم بالنسبه للبنات الا بغيتو تاخذوه يعني باش تشوفوا الاثمنه، لان بزاف سولتوني في الفيديو اللي كنت حطيت ديال احسن واقي الشمس، بزاف البنات سولتوني. ها انتما كتشوفوا الاثمنه، ويعني انتما عينكم ميزانكم على حساب الجيب ديالكم. درت لكم كذلك جوله في غوسمان في البلاصه ديال كوباب ليغ، يعني الاشياء الخاصه بالجسم. هنايا درت لكم يعني تصوير هكا مقتطف على انواع ديال واقي الشمس اللي كاينين. كاين واحد لو شوا ولا واحد يعني اختيار كبير 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 جدا، بزاف الانواع على حسب الاثمنه اللي نتوما تقدروا تشريوها، وعلى حسب النوع ديال البشره ديالكم، وعلى حسب كذلك واش كنتوا كبار ولا عندكم اطفال. يعني كاين اختيار كبير جدا، نتوما اللي تقروا شنو النوع اللي يناسبكم. كاين هاد لومبغ هذا ديال غارني اللي تهو زوين بزاف، يعني ديجا استعملته زوين بزاف. نيفيا كذلك تهي غنيه عن التعريف، تهي لي زيكرون ديالها كلهم زوينين، درجه الحمايه ديالهم زوينه بزاف. وكاينين ماركات كذلك اللي يعني خاصه بالمحل ديال غوسمان، وغنقول لكم غير فكره ان لي زيكرون اللي كاينين في غوسمان ولا في دائم كلهم يعني ذات جوده عاليه، يعني منين ما خديته راه بحال انا ما عنديش مشكل يعني تاخذوا من هذا المحل لانني انا خديت منه، لان كل واحد كيشري من البلاصه اللي كيرتاح منها. ولي زيكرون ديالهم ارخص ايكرون عندهم، راه خذوه وانتم يعني مرتاحين لان الجوده كتكون عاليه بزاف بزاف. والجديد البنات اللي غيكون في هذا الفيديو هذا هو انني اكتشفت هذا ليكرون اللي هو طبيعي من لا مارك لافيرا اللي هي غنيه عن التعريف. هذه مارك طبيعيه بيو، لقيتها يعني بالصدفه، ما عرفت واش عاد حطوا هذا الشيء جديد ولا انا ما كنتش منتبه له. يعني كاينه لافيرا، وكاين كذلك الالتيرا اللي حتى هي معروفه انها من كدير مواد اللي هي طبيعيه يعني ناتوريل بيو. هذا هو الجديد اللي غادي نتقاسم معكم البنات في هذا الفيديو هذا ان شاء الله. حاليا هذه هي المجموعه ديال واقي الشمس اللي كنستعملها انا ووليداتي. هاد الانواع اللي عندي دابا كلها في الحقيقه زوينه، جدد جوده عاليه، والاثمنه ديالها كذلك مناسبه جدا.
غادي نبدا لكم هاد ليكرون هذا ديال لا مارك غاني، هذا اومبر سولي خاص بالاطفال، درجه الحمايه ديالو 50% اللي فيه حمايه ضد الاشعه تحت بنفسجيه، يعني من واقي الشمس اللي استعملت سواء ليا ولا لوليداتي، اللي يعني زوين والثمن ديالهم جد مناسب. كاين هذا كذلك حتى هو من نفس لاماك ديال غارني، هذا يعني على شكل سبري يعني رشاش، حتى هو درجه الحمايه ديالو 50، ما فيهش لا الكول، ويعني وكنديروا هكا فاش كيكون الانسان في لابلاج ولا كيكون في لابيسين، كيجيني ساهل هكا للاطفال كترشوا عليهم، ما كتبقاش عاد كدهن لهم الكريم، يعني كيكون الاستعمال ديالو ساهل بزاف. كاين كذلك هذا الواقي الشمسي من لامارك بيبشن، هذه الماركه البنات راهم معروفه خاصه بالاطفال، داوي البشره الحساسه، ولو تكون البشره ديال الاطفال ديكم عاديه الاحسن خذوا لهم هذه البشره الحساسه، يعني هذا خصيصا للاطفال، الحمايه ديالو جد عاليه في 50%. وهاد الماركه ديال بيبشي من اول واحسن الماركات اللي جربتها مني كانوا وليداتي صغار حتى لدابا، يعني مازال كنستعملها لهم دائما، ما كتخطانيش من المنزل ديالي. وهاد بيبشن هذا مصنف يعني اول اكرون خاص للاطفال في المانيا كلها. كاين هذا كذلك ديال نيفيا، حتى هذا غزال يعني كيصلح للوجه، الحمايه ديالو كذلك 50%، ويعني فيه الحمايه ديال الاو في ا والاو في في بي، يعني الاشعه اللي كتسببنا في الحروق اللي كتسببنا كذلك في التجاعيد، حتى هو من احسن لي زيكرون يعني اللي جربت هكا لوليداتي ولا حتى ليا انا، كنديرو هذا فقط فاش كنمشي لابلاج او لا يعني مع الشاطئ مع الدراري، او لا كذلك الا مشاو لابيسين ولا خرجنا كلشي نزهه، الا كنا فشي بلاصه يعني فيها اشعه الشمس كثيره كنديرو، ما كنديرش ليكرون العادي، غير هو الحاجه اللي انا ما كتناسبنيش فيه انه بحال كيخنق لي البشره ديالي شي شويه، كنحس بحال كيصهد لي وجهي بهذا المعنى هذا، يعني مي الا غنعطي شي راي عليه غادي نقول بانه زوين زوين بزاف، داكشي كيبقى على حسب اختلاف ديال البشرات ديال كل واحد فينا. واقي الشمس اللي ما كنستغناش عليه واللي هدرت عليه يعني في بزاف ديال الفيديوهات السابقه، غتقولوا لي صدعتينا راسنا على هاد ليكرون هذا، هذا الصراحه هو احسن واقي شمس، يعني من نهار اللي جربته ما قدرش نبدلو، واخا كندير واقي شمس وحدين اخرين، ولكن هذا كيبقى دائما عندي راس رئيس، يعني في 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 المواد اللي عندي كنديرو اولا لانه ما فيهش داك لابغيونس، ما كيعطينيش لابغيونس في وجهي، كيبقى الملمس ديالو يعني رطب وبحال الحرير على وجهي، كانكم دايرين واحد البودر، يمكن لكم ديروا فيه يعني الماكياج ديالكم لا الميك اب ديالكم لا الفونديشن ديالكم كديروها من فوقه وكتماكيو عادي، بحكي يجيكم بحال شي مثبت ديال الماكياج، المهم كيوافقني انا البشره ديالي. لي زيكرون الاخرين بزاف الناس نصحوني بهم، اختي كذلك نصحتني بواحد ليكرون اللي معروف عالميا ومعروف في المغرب، ولكن فاش كنديرو سبحان الله كيخنق لي البشره ديالي، كنحس انني دايره يعني واحد الفيلم اليمونتيغ على وجهي ولا شي بلاستيك على وجهي، كيبقى وجهي كيتعرق، هذا هو الوحيد انا اللي وافقني، ربما ما يوافقش بزاف ديال البنات، مع انهم بزاف البنات اللي شكروه لي وقالوا لي شراوه، وبزاف البنات اللي احتشفوا لا فيديو اللي كنت حطيته وعاد شراوه وقالوا لي شكرا اللي نصحتينا بهذا ليكرون هذا، غير الحاجه الوحيده اللي خصكم تعرفوها البنات، ماشي الحاجه اللي انا كنشكرها وكنقول عجبتني راها غتعجبكم كاملين، هذه واحد الحاجه اللي كونوا متيقنين منها، حاجه عجبتني ولا عجبتك انت ولا ما يمكنناش نديروا واحد الشيء. دونك البنات غادي نخلي لكم الرابط ديال هذا الفيديو اللي كنت حطيت فيه وهضرت عليه هاد ليكرون هذا ديال لاغوش بوزي، وهكذا الا بغيتوا تعرفوا عليه اكثر غادي تشوفوا لا فيديو. الجديد في هاد لا فيديو هذا هو هاد المكونين ولا هاد المنتوجين اللي اكتشفتهم بصراحه زوينين بزاف وجربتهم وعدت لكم هاد لا فيديو، هاد المده كامله اللي دازت يعني من نهار اللي شريتهم بقيت كنجربهم كنتستهم عاد قدرت نهضر يعني نكون فكر عليهم ونقدر نهضر لكم عليهم. دونك خديت هاد ليكرون هذا ديال لاماك لافيرا اللي هو بيو كما كتشوفوا ناتور كوزميتيك يعني طبيعي، فيه الحمايه 30% ما فيهش 50%، لان الا مشيتوا بحثتوا غادي تلقاو بان هاد الواقي الشمس اللي كيكونوا طبيعيين ما كيكونوش فيهم الحمايه ديال 50%، كتكون فقط 30%، 30% كافيه بالنسبه اللي عايشين في اوروبا اللي ما كتكونش داك الحراره بزاف، وكذلك في فصل الربيع ما كتكونش الحراره اللي كتكون فصل الشتاء، ولا اكتفيتوا فقط بهاد ليكرون هذا يمكن لكم كذلك كل ساعتين انكم تجددوه، وهكذا الحمايه غتبقى دائما يعني
يعني ثابته. وكذلك حنا ما كنتعرضوش للشمس بزاف، لانه واخا فصل الصيف راه حنا دائما كنتخبعوا من الشمس، وانا وحده منهم ما عمرني ما كنواجه الشمس يعني بوجهي، ولا دائما كنعطيها بظهري، واخا كنكون دايره ليكرو، واخا كنكون دايره الحمايه الخاصه بيا، ولكن دائما الشمس يعني ما كنتواجهش معها، باختلاف يعني الاوروبيين اللي مجرد ما كتبان اشعه الشمس كيمشيو يتواجهوا معها، وما كيديروا لا ايكرو لا واقي شمس لا حتى شي حاجه، لانهم كيبغيو ياخذوا اللون، كيبغيو يسمروا، كيبغيو يكحالو، ماشي بحالنا حنا اللي خصنا دائما نبقاو البشره ديالنا بيضاء، ما كنبغيش نكونوا سمر. دونك البنات، المهم الماركه الثانيه ديال التيغا حتى هي غزاله غزاله غزاله، خديت هذه اللي خاصه بالاطفال بيبي اوند كيندا، هذا يعني كريم حتى هو الحمايه ديالو 30%، وهذا ليكرون اللي يعني خاص بالاطفال خديته هذا لوليداتي كذلك، لان كيحتاجوا بزاف ليكرون، وحتى كذلك في المدارس كيحتاجوه بزاف، كتحطهم في المدرسه ولا في كيندرغارتن كتحط لهم ليكرون، اولا في الدار ديالك كدير لهم اين كريم يعني قبل ما يخرجوا من الدار، باش هكذا كيكونوا محميين من الشمس، باش ما كيوقع لهم لا حروق لا حتى شي حاجه. دونك البنات الا بغيتوا تاخذوهم ليكم ولا لوليداتكم، هادو ديال لاتيغا ولا فيغا اللي من مكونات طبيعيه، غادي تلقاهم في غوسمان. انا قلتها لكم، والاثمنه ديالهم جد مناسبه، لافيغا يمكن شي 8 اورو، وهذا ديال التيغا يمكن ما وصلش 5 اورو. الحاجه الوحيده اللي ما قلت لكمش على هذا الكريم هذا، المهم الحمايه 30%، لان راني قلت لكم لان هادو طبيعيين ما فيهمش 50%، ولكن كيكونوا يعني صحيين. الحاجه الوحيده اللي ما قلت لكمش عليها، باش غادي تبغي تصوبوه غادي تلقاو اللون ديالو اصفر، يعني هذا اول مره كنلقى انا ايكرون اللون ديالو اصفر، يعني هذا من خلال المواد اللي مصوب. اولا خصكم ديروا كميه قليله، ثانيا هو اللون ديالو اصفر، غير باش ما تتفاجئوش غادي تلقاو اللون ديالو اصفر، ولكن خصكم ديروه. فاش كديروه كيعطيكم واحد فاش كديروا كي الوجه ديالكم كيعطي هكا واحد اللون ابيض، كيبقى هكا ابيض، يعني كتخلعوا من الانفس ديالكم كيسحابكم، غادي تبقاو هكا ولكن كيبقى غير واحد شويه، والبشره ديالكم كتشربوا وكيولي ما كيبقاش باين. هادو من الخاصيات ديال لي زيكرون اللي كيكونوا طبيعيين، وها هما راهم كاتبين فيها، كاتبين بان راه كيعطي واحد يعني واحد اللون ابيض للوجه، راهم كاتبينها فيها هنايا. المهم الاهم من هادشي كله الحمايه ديالو، وكما قلت لكم غدير واحد الكميه قليله وغادي تابليكيوها وتدخلوها مزيان في البشره، وغادي تبقاو واحد شويه يعني ديروه قبل ما تخرجوا بواحد المده، ماشي حتى تكونوا خارجين عاد ديروه، كتبقاو غير واحد شويه على ما كتلبسوا حوايجكم ولا هذا، حتى كيكون البشره يعني تشربت هذا اللون الابيض وما كيبقاش باين نهائيا، وكيعطي واحد الترطيب زوين البشره، بخلاف لي زيكرون الاخرين اللي كيكون كيبان لكم الوجه ميدم وكيبان لكم راه مرطب، ولكن داك الزيوت كتبقى دائما كتبري لكم في الوجه ديالكم، باختلاف هذا كيترطب ولكن في نفس الوقت يعني ما كاينش داك لابريونس اللي كتكون يعني كتزعج، خاصه انا بعدا كتزعجني داك لابريونس اللي كتكون في الوجه، داكشي علاش كنختار دائما لي زيكرون اللي كيكونوا يعني ما فيهمش داك اللمعان. دونك هادشي اللي غادي نقدر نقول لكم على هاد ليكرو هذا، يعني رائع، من هاد الماركة ديال لافيغا، رائع رائع رائع، يعني فيه الحماية زوينة، والأهم هادشي كما قلت لكم أنه طبيعي يصلح لكم ولوليداتكم. البنات الفيديو ديالنا انتهى، كنتمنى هذا الموضوع هذا يفيدكم، وانا متاكده غادي يفيد يعني العديد ديال السيدات، كنتمنى المعلومات اللي جات فيه تفيدكم في اختيار ليكرون ديالكم او لا واقي الشمس. كنقول لكم الى عجبتكم هذا النوع ديال الفيديوهات وبغيتوني نتقاسم التجربه ديالي معكم ديال اشياء اخرى اللي كنستعملها، ما عليكم غير تخليوها لي في لي كومونتير، شجعوني بلي لايك ديالكم والتعليق ديالكم اللي دائما كتفرحني. كنقول لكم الى فيديو اخر، موضوع جديد، فكره جديده، وتبقاو على خير. Thank you.